الشعب الليبي يتكون أغلبه من الشباب، كل ما نريده أن يتوقف القتال والحل بأيدينا. قامت مؤسسة رواحل مع منظمات شبابية أخرى بنشاط بنتبول السلام، وهو إبراز مشاكل الحرب على المجتمع بصفة عامة وعلى فئة الشباب بصفة خاصة. هي عبارة عن حرب بكرات ملونة بين فريقين، نهاية الحرب يتم فيها إبراز المشاكل النفسية والمادية، وللأسف كانت مشاكل كبيرة، منها الأرواح، فقدان الأرواح، منها بتر الأطراف، منها التخوين، منها الخوف وغيرها من المشاكل. لا نستطيع إحلال السلام إن لم نستثمر في تنمية الشباب عن طريق التعليم، تنمية القدرات، الحوار وتقديم فرص العمل لهم. نحن ننظم الكثير من المناسبات التي تدعو إلى السلام، وحياتي الشخصية تغيرت بسبب ذلك. الحلول لمشاكلنا هي بأيدينا.